متتبعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في حصيلة اليوم. يا ربي السلامة، الأرقام غادية وكترتفع وهذا الشيء كيتزاد. يا ربي السلامة، هذا الشيء كبير وكيتزاد. متتبعينا، تطوان بوحدها اليوم 80 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا وحالتين وفاة للأسف. تطوان اليوم 80 حالة، أمس 71، وتطوان بوحدها اليوم 80 حالة. طبعا احنا دخلنا حظر التجوال عفوا ومنع التنقل من وإلى. متتبعينا، وزارة الصحة اليوم كتصدم كل المغاربة كذلك. نعطيكم الحصيلة على المستوى الوطني. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء عن تسجيل 3577 إصابة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين في كورونا في المغرب 182,580 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2700